تكلم قداسة البابا اليوم على المصلوب ينبوع الرجاء، وقال: بعد موت يسوع وختم حجر القبر شعر التلاميذ بالإحباط وبأن كل شيء قد انتهى، لكن بقيت صورة الصليب ثابتة في أذهانهم. ونحن أيضا نشعر اليوم بمثل هذا الإحباط أمام عالم تزداد فيه اللامبالاة تجاه الله، ويزداد فيه الشر والحروب. ونشعر أن الأوقات الماضية في العالم وحتى في الكنيسة نفسها كانت أفضل، لكن التلاميذ اكتشفوا بعد ذلك بداية جديدة في الصليب. اكتشفوا أن الرجاء في الله يولد من جديد في يسوع المعرى والمجروح على الصليب. فيسوع المعرى من كل شيء يذكرنا أن الرجاء يولد من جديد عندما نرى حقيقة أنفسنا ونتخلى عن الازدواجية ونحرر أنفسنا من عيش راض مع أكاذيبنا. ففي التباهي والمظاهر الخارجية لا نجد سلامنا، ويسوع المجروح في الجسد والنفس على الصليب لا يخفي عن عيوننا جراحه التي اخترقت جسده ونفسه، بل يظهرها لكي يرينا أنه يمكننا أن نضع من جراحنا بؤر نور. فيسوع لم يشتكي على الصليب، بل أحب وغفر لمن أساء إليه. مثله يمكن أن تصير جراحنا ينبوع رجاء عندما نحب الآخرين ونهتم بهم. إن صنعنا ذلك يندب جرحنا سريعا ويزدهر الرجاء فينا من جديد. لنقف في هذه الأيام المقدسة أمام المصلوب المجرد من كل شيء، ولنجرد أنفسنا حتى نصل إلى حقيقة أنفسنا، ولننظر إليه وهو مجروح ونضع جراحنا في جراحه، لنتركه يجدد الحياة والرجاء فينا.
كان هذا اللقاء بضم معظم المدارس الأماني، عملناه في مركز سيد السلام، وكان مشكور أبونا شوقي رتب لنا كل الأمور للرياضة الروحية. بلشناها بصلاة الفرض في الكنيسة، ومن ثم كان في محاضرة لأبونا شوقي قعدنا حوالي ساعة فيها، حكينا عن الأيام الزمن الصوم والزمن الأربعيني. وبعد ذلك في عنا لقاء حوار مع سيدنا سليم المطران سليم الصايغ، وبعد ذلك راح يكون في عنا قداس، وبعدين غداء لأعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء الهيئة العامة من معلمين ومدراء في مدارس الأماني. Lectio Sancti Evangelii Secundum Mateum. امدحي يا أورشليم الرب، سبحي إلهك يا صهيون. هوشعنا 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 في الأعالي. مبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي. تحضيرا للأسبوع المقدس، شارك عشرات الآلاف من المؤمنين في الدورة التقليدية السنوية، دورة الشعنين في القدس، التي ابتدأت من بيت فاجي مرورا بعدة كنائس وصولا لدير القديسة حنة. هي الطريق التي سلكها السيد المسيح قبل أكثر من 2000 عام في القدس. ترأس غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا هذه الدورة التي ابتدأت بالصلاة ومباركة السعف وأغصان الزيتون وسترات رائعة. شارك في الدورة عدد من المطارنة والكهنة والشمامسة والراهبات والرهبان من مختلف الكنائس والمجموعات الكشفية، وجمع من المؤمنين الذين فاق عددهم 30,000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، حاملين أغصان الزيتون وسعف النخيل، مهللين ومرنمين ترانيم الدورة الاحتفالية بمناسبة أحد الشعنين، وبأجواء وحدة المجتمع المسيحي المليء بالحب. وفي كلمته أعرب غبطة البطريرك عن سعادته بوجود هذا العدد الكبير من المؤمنين ومن مختلف أنحاء العالم الذين جاءوا للاحتفال بأحد الشعنين في القدس. وقبل نهاية الاحتفال بارك غبطته جميع المؤمنين ليذهبوا بسلام المسيح. We are celebrating today the beautiful procession from Mount of Olives to Jerusalem. It's a wonderful moment where we, the Christian community of all Holy Land, coming from all Palestine, all different parishes, not only Catholic, not only Latin, all Christians all together, we say that Jesus is our Lord and Jerusalem is our city, we belong to her, and our love is for Jesus and for Jerusalem is stronger for of anything else. هذه هي المدينة المقدسة، وهذه هي شوارع القدس التي سار بها يسوع، سار ليدخل ملكا. نبعث بتحياتنا بصلواتنا ومباركاتنا إلى جميع المسيحيين اللي بيسمعوا دخلوا بأسبوع الآلام، واليوم استمعوا بأحد الشعانين دخول يسوع إلى الهيكل كملك.
ونطلب لهم أسبوع مبارك، أسبوع آلام مبارك وقيامة مجيدة منذ الآن، مثل ما شدد البطرك بخطبته على القدس ومحبة القدس، نحن أيضا نؤكد اليوم حب المسيح للقدس، وكل مسيحي يحب يسوع يحب القدس أيضا. وهذه رسالتنا نحن، لأن لها ارتباط مع إيماننا المسيحي القائم على قيامة سيدنا المسيح اللي تمت في كنيسة القيامة في نص القدس، نص الدنيا. وكل العالم بهالأيام بوجه أنظاره إلى مدينة القدس ليحتفل بأسبوع الآلام ويحتفل بقيامة المسيح. احنا جينا اليوم نحتفل في أحد الشعانين اللي هو دخول السيد المسيح إلى القدس. كل سنة بنحب نشارك في مسيرة أحد الشعانين، سواء في المسير التقليدي خلف أو أمام سيدنا البطريرك مع المؤمنين بيكونوا موجودين معنا، ومن ثم بنقوم بالمشاركة في الاستعراض الكشفي المهيب اللي بتقوده مجموعة كشافة الكاثوليك العرب. بنقول لشعبنا المسيحي ولشعبنا العربي كل عام وأنتم بألف خير، ربنا يعم السلام في بلد السلام، آمين. جدا سعيد أني عم بشارك بهاي الفعالية الرائعة اللي هي أحد الشعانين في القدس. أول مرة عم بكون موجود بفعالية أحد الشعانين، وعم نشوف ناس جايين من كل أنحاء العالم، فمنعايد كل الناس من حوالين العالم بمناسبة أحد الشعانين، وأكيد الأسبوع القادم عيد الفصح المجيد، فنتمنى للجميع أعياد مجيدة، ونتمنى كل عام نكون موجودين بالقدس لحتى نحتفل بالشعانين وأيضا بعيد الفصح المجيد. فمبارك أنت يا ربي، أنت المسيح فنشهد للدهر أنك سيد ملك الملوك والنهى، والقلب رب أوحد. للنرسات مارلين الحدوة من دير القديسة حنة القدس. في انتمائك مادبة الكرك الأردن القدس. أكيد الواحد لما يدخل التاريخ، أقرب تاريخ للإنسان وأحب تاريخ لقلب الإنسان هو تاريخ بلده، تاريخ شعبه، تاريخ الكنيسة. فدما أنا حبيت الأرض المقدسة إن كان بفلسطين أو بالأردن. إذا أردت أن تخرج بلائحة من النصائح للمسيحية المؤسسة، للمسيحية الشعب، المجتمع، الإرث، التاريخ، ما هو يعني أول ما يتبادر إلى ذهنك إلى لفت النظر إلى أن تنصح به إخوتنا المؤمنين؟ أنا لست بدوري ناصح لأحد. نعم. أنا أفكر مع الناس. نعم. أنا لست أفضل من الناس ولا أكثر علما منهم حتى أكون بنصحهم. نعم. ولكن أنا أفكر معهم. يعني اليوم إحنا كان بالأردن هون أو في لبنان أو بفلسطين أو في كل بلادنا العربية. نعم. في كل العالم في ظاهرة الهجرة، الناس تتحرك. الهجرة عبارة عن حزمة، فيه إيجابية وسلبيات. أن تعيش في هذا البلد، في الأردن، في لبنان، في سوريا، في العراق، له إيجابيات وسلبيات. إذا ذهبت وهجرت، إذا أمكنك أن تهاجر، هذا أولا، ليس الهجرة متاحة بكل سهولة يعني. صحيح. اليوم الهجرة حركة الناس صار صعب اليوم من بلد إلى بلد. إذا شخص أراد أن يهاجر إلى بلد آخر، في هذه الهجرة في خسارة لبلده الذي تركه، في ربح للبلد الذي يذهب إليه ربما. نعم. وربما يكون عالة عليه، لا تدري. نعم. شايف؟ هلا وضعك في البلد الذي تذهب إليه فيه حزمة من الإيجابيات والسلبيات تأخذها كلها. هنا إذا بقيت في عندك حزمة من الإيجابيات والسلبيات. نعم. الآن الوضع الاقتصادي في المنطقة كاملة، لنترك العالم وشأنه. نعم. الآن. نعم. ولكن نتكلم عن منطقتنا، كل هاي المنطقة تعرضت لظروف سياسية واقتصادية صعبة في السنوات العشر الأخيرة. نعم. بدءاً من في العراق، الغزو الأمريكي للعراق، والحروب الخليج اللي تمت، ما تم بسوريا، ما تم بلبنان. نعم. المشاكل، ما يتم الآن بفلسطين، المشاكل شبه الانتفاضة أو بداية. نعم. الانتفاضة الثالثة. نعم. الوضع الاقتصادي والسياسي متردي، هذا واقع. نعم. والناس تشكو العوز، تشكو الفقر، عامل ضاغط على الجميع. نعم. نعم.
لا نزال بلدنا بخير، الأردن مثلا بخير، ناس عايشة عايشة بصعوبة تكافح، خصوصا تكافح من أجل تعليم أولادها في المدارس في الجامعات. التعليم صار مكلف جدا. في الإيجابيات، الحياة العائلية، التلاحم الاجتماعي، التكافل الاجتماعي، قرب الناس من بعضها. أنت إن كنت غنيا أو فقيرا، ضعيفا أو قويا، أنت بين أهلك، بين عزوتك، بين أهلك، ربعك، بين ربعك. إذا ذهبت في الخارج ربما تستطيع أن توفر الكثير من المال لنفسك ولعائلتك، وربما تفشل. يعني ليس كل الذين اختاروا في بلاد المغترب هم أثرياء، أثرياء ليس بالضرورة يعني، ولكن تفقد الصلاة العائلية، تفقد تربية أولادك بطريقة التي تريدها كما هي في بلادنا يعني. فظاهرة الهجرة معقدة. في ناس يقول لك أنا أذهب إلى أولادي إلى الغرب، إلى أمريكا مثلا، من أجل تعليم أولادي الجامعي. في ناس يأتي من أمريكا ويعود إلى الأردن، إلى البلاد، إلى سوريا، إلى لبنان، بقول لك أنا بعود حتى أربي أولادي في وطني. فهي ظاهرة معقدة. في نهاية المطاف هو خيار، هو خيار، وكل إنسان يبقى في بلاده يدفع الثمن، وكل إنسان يهاجر أيضا يدفع الثمن. في خلاصة في 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 خلاصة الحديث أقول نحن نحترم الذي يبقى في بلادنا، بغض النظر هو مسيحي، مسلم، أي دين كان. هذه بلاده. بشجع يبقى في بلاده أي مواطن، ولكن لا ندين الذي يهاجر. أيضا نحترمه ونحترم خياراته. وبنقول ونقول له صدر الوطن وذراع الوطن، أذرعة الوطن دائما مفتوح لك، أهلا وسهلا فيك تعود. هذه بلادك.
في هذه الروحانية. شكرا لأنك سمحتي لنا بهذه الليلة فعلا نعيش هذه الخبرة الخلاصية ونرفع قلوبنا لله ولصاحب العيد. وصاحت يا ولدا اسمك.